نعم، لقد أعلنت في البداية، أعلنت الولاية ولاية كاليفورنيا وأعلن حاكمها وهو أرنولد شوارزنيجر حالة الطوارئ، ومنها وهذا يتيح له استدعاء جنود الحرس الوطني، وقد استدعى أكثر من 1500 جندي من قوات الحرس الوطني للمساعدة في إطفاء الحرائق ومساعدة النازحين. وكون إعلان كون أن الرئيس بوش أعلن حالة الطوارئ، نعم، ذلك يتيح للوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ المعروفة بفيما بأن تؤتي بجهودها وقواتها إلى المنطقة ومساعدة القوات المحلية، وهي معروفة طبعا في أيام إعصار كاترينا في لويزيانا. نعم سيد حسام، هل لديك معلومات عن عدد المشردين؟ هناك تضارب في الأنباء ما بين 700 و500. لابد أن العدد قريب من 700 ألف، لأن في مدينة ومقاطعة سان دييغو وحدها طلب من أكثر من سكان أكثر من 350 ألف منزل مغادرة بيوتهم والنزوع عنها. ولو فرضنا بأن في كل بيت يقطن شخصين على الأقل، يقطن شخصان على الأقل، ذلك يؤتي بالعدد إلى 700 ألف. وهي المنطقة التي طبعا تشهد أقوى وأشد الحرائق هي منطقة سان دييغو، ولكنها تمتد إلى منطقة أورنج كاونتي، مقاطعة أورنج في جنوب كاليفورنيا، جنوب منطقة لوس أنجلوس، وفي شمال منطقة